النهاردة بإذن الله بعد صلاة المغرب هتبدأ ليلة 27 رجب، ليلة الإسراء والمعراج. كل سنة وحضراتكم دايماً بخير وطيبين. طبعاً زي ما احنا عارفين، رحلة الإسراء والمعراج هي واحدة من المعجزات الإلهية اللي جاءت تكريماً لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. عشان كده دايماً بنحتفل بهذه الليلة المباركة اللي بيكون لها عادات وطقوس مختلفة من ابتهالات وأناشيد مدحا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نرحب طبعا في فقرتنا دلوقتي بالمنشد محمد المنفلوطي اللي منورنا. صباح الخير عليك يا محمد. النور يا اهلا بيك. كل سنه وحضراتكم طيبين وكل الامه الاسلاميه جميعا بخير. اللهم امين. في البدايه محمد، هل في اناشيد معينه بتتقال في هذه الليله؟ هو ما فيش اناشيد معينه، ولكن هي حاجه يعني تذكر بحادثه الاسراء والمعراج، لان هي حادثه عظيمه وفيها من الابيات، وواجب علينا ان ننقب في هذه الحادثة لأنها فيها أسرار عظيمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فيها في أبيات في قصيدة السدرة تحديدا بتحكي عن الإسراء والمعراج كيف يكون، وبالمعاني السامية العالية لعبد الله صلاح الدين القوصي في هذه القصيدة طيب لو في البداية تحب تنشد لنا حاجة إن شاء الله نشد، ممكن نسمع؟ إن شاء الله. حاضر. يا صاحب معراج عرشا وبراق يجري في الممشى، يا صاحب معراج عرشا وبراق يجري في الممشى، يا من في السدرة خطوته إذ يغشى السدرة ما يغشى، يا صاحب معراج عرشا وبراق يجري في الممشى، يا من في السدرة خطواته إذ يغشى السدرة ما يغشى، جبريل تأخر في أدب والروح تصدر مفترشا، والروح تكشف عن وجه فازداد وقارا أو بطشا، وتقول السدرة يا مرحى يا شرف السدرة والممشى. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت منشد محترف كمان. طب احكي لنا حكايتك مع الانشاد. أنا بدأت إنشاد وأنا عندي 10 سنوات، يعني كنت بحب أسمع المنشدين وأقلدهم. يعني مين؟ زي مثلا في البداية خالص زمان وأنا صغير سن، يعني كنت أحب الشيخ أمين اللي بتسمعه الأول قبل ما تقول اللي بتسمعه وتحب تقلده هتقلده لنا دلوقتي. حاضر. الشيخ نصر الدين طبار والشيخ النقشبندي والشيخ محمد عمران، طبعا دول عمالقة يعني طبعاً. ما فيش بعدهم، بس يعني ممكن بصيص من عندهم يعني اقدر اجيب حاجه بسيطه، او ممكن بعض اوقات يعني باخد السولو بتاعهم، يعني ممكن اقوله وانا بقول في السولو في الحفلات يعني. ف يعني تحب تسمع ايه او شوف مين؟ انت قلت ثلاثه من العظماء، اثنين من اعظم طبعا المنشدين، يعني شوف انت حابب تسمعنا ايه. تسمع النقشبندي. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي،
بنور وجهك إني عائذ وجل ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد مولاي 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 إليكم صلواتي وسلامي بالخير نزل من رب الكون بأنوار تترك من يعرف للجهل هي سر الله لكم فيه المعراج وقد فاق الكل. عليك. يعني دمج ما بين الحاضر والماضي. اه ما شاء الله عليك. صلاة الظل. طيب انا لامس كده انك تقدر تجيب قرار الشيخ عمران. يا سيد الكونين جئتك قاصدا. حاسس يعني. لا على قدنا يعني زي ما ربنا يكرم. لا ما شاء الله عليك تفضل. الشيخ عمران. يا سيد الكونين. يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك يا سيد الرسل الكرام تحية من قلب عبد عاشق تواقي لما تبارى المادحون لنوركم وخجلت من عجزي مع السباق وبكت عيوني قلت يا نفس اهدئي الحب لا يخفى عن العشاق إني أحب محمدا حبا به تطوى السماء والأرض كالأوراق طه صلاة الله مني سرمدا كمل كمل طه صلاة الله مني سرمدا عليك الصلاة وأزكى السلام حبيب الفؤاد ونور البصر دمي والعظام وجسمي وكلي ونبض بقلب لكم ينفطر وأنفاس صدر تنادي عليك وإذ أنت فيها كغيث المطر واعلموا أن فيكم رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الله ربنا يفتح عليك طب يعني ما شاء الله واضح انه الموضوع ما كانش ما ابتداش مع يعني ابتدى معاك وانت صغير كان هوايه بعدين بقى اثقلته اكتر طبعا. لا يعني انا محتاجه اعرف نعرف الساده المشاهدين يعني ما شاء الله ازاي وصلت لنقاء وجمال الصوت ده وليه شخصيه كمان يعني حبيت طبعا منشدين كبار ولكن صوتك ليه شخصيه كمان انا بعد ما بدات كده فنصحوني يعني ان انا ادرس افضل يعني فدرست في معهد الموسيقى بالزمالك وتتلمست بعض الوقت على يد الشيخ الهلباوي رحمه الله عليه وكان لي الشرف برضو ان كان في لجنه من اذاعه القران الكريم في 2010 انذاك يعني
وكان لي الشرف الأعظم أن امتحنني الشيخ أبو العنين شعيشة رحمة الله عليه وأعطاني الدرجة، وكان بس لينا لقاء تاني بس بعدها قامت الثورة وانتقل الشيخ أبو العنين في 2011 ظني يعني، وبعدها يعني دخلت في ظرف صحي كده فيعني بس الحمد لله يعني حاليا بعمل حفلات عديدة منها في آل البيت ثم في بيت السناري بالسيدة زينب تابع لمكتبة الإسكندرية، لسه حتى كنا عاملين احتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها. عظيم. انت النهارده في انشطه هتقوم بيها النهارده في فعاليات؟ لا كان من كان يوم 9 وكان احتفال النهارده بمناسبه الاسراء والمعراج اصلا. النهارده بيت السناري، لا في هو في احتفالات عده يعني بس انا كنت موجود يوم 9 يعني. مفهوم. طيب بس عندنا في مكان تاني يعني احتفالات. ما هو ده اللي كنت عايز اتكلم فيه، هتسمع الناس ايه؟ فتسمعنا جزء منه دلوقتي. حاضر. هنسمعهم الصلاة الهادي فيها برضو تتحدث عن سيدنا رسول الله والمعراج عليه افضل الصلاه والسلام. صلوات الله على الهادي مشكات الأنوار الأسنى محراب الأرواح جميعا والوالد إن تفهم معنا هو عبد الله وما عرف الرحمن سواه سوى ظنا هو آية مولانا الكبرى والله تكرم واستثنى ما صعد المعراج سواه والكل تأخر وتذنى. هنصلي على سيدنا النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم باسم الحي إله محمد رب الكون ورب محمد جل جلال الله تعالى توحيدا في دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب يعني واحنا كمان بنتكلم عن الانشاد الديني، احنا دايما بيبقى عندنا كل مناسبه بيبقى ليها يمكن اناشيد وابتهالات معينه متعودين عليها ودايما هي مرتبطه في الذاكره معانا بعضها ببعض. اكتر الابتهالات اللي بتتقال في هذا اليوم تحديدا بتكون ايه؟ اكتر الحاجات اللي الناس بتحب تسمعها منك كمان؟ يعني اكتر حاجه حتى في الاحتفالات اللي احنا بنعملها يعني دايما بيطلبوها هي قصيدة صلي على أحمد، هي اسمها تهانينا في الأصل لعبد الله صلاح الدين القوسي كاتبها يعني فبنقعد ننشدها يعني حتى بنكررها كتير لأنها كمان في الأبيات فيها يعني تردد الأبيات كتير دايما يعني حتى الأطفال يعني قصيدة صلي على أحمد دوما بها ردد يأتي لك السؤدد حتى تلاقينا. طب ممكن نسمعها؟ ممكن بس معانا دقيقة. ماشي حاضر. بس ترددوا معانا بقى عشان نصلي كلنا معاك. يلا. صلي على أحمد دوما بها ردد، صلي على أحمد دوما بها ردد يأتي لك سؤدد حتى تلاقينا حتى تلاقينا. صلي على أحمد
دوما بها ردت صلي على أحمد دوما بها ردت يأتي لك السؤدد حتى تلاقينا حتى تلاقينا يا رب صلي عليه كل الصلاة إليه بالنور بين يديه حتى يراضينا حتى يراضينا. ما شاء الله ما شاء الله عليه افضل الصلاه والسلام. بنشكرك شرفتنا ونورتنا طبعا وكل سنه وانت طيب. المنشد محمد المنفلوطي شكرا جزيلا ليك.